لحظة وقفت عقارب الساعة ونبض القلب بقى زي الخيل في سباق، والصدمة في الشخص اللي قدمتي عشانه كتير خلقت فجوة بتزيد كل يوم بزيادة. محتارة بين كيانك وأنوثتك وكرامتك عشان رفيق العمر قرر يقاسم معاكي حد تاني في حياته. أتغير عليه ولا أسيب قلبي بين إيديه؟ أفارق ولا عاتب؟ والعتاب هيفرق فيه؟ ما الستات أنواع، ست ذكية هتطفش التانية بأساليبها الملتوية فيرجع في الآخر ليها هي، وست قوية ومفترية هتولع في البيت والدنيا وتعمل من الحب قضية، وست غلبانة وطيبة هو حياتها ودنيتها وأجمل هدية، وست تانية تقرر تنفصل ولا هيهمها محايلة ولا مرضية. مشاهدينا هنكمل حديثنا عن الزواج بأخرى مع فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم يوسف، عالم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك يا حضرتك. هل يجوز للزوج أن يخفي زواجه الثاني على زوجته الأولى خوفا على مشاعرها؟ نعم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعده. وطبعا قضية إخفاء يعني الزواج الثاني أو إظهاره، هذه قضية ترجع إلى الزوج نفسه، بمعنى يعني الشرع لم يحرم أو لم يحدد للزوج ولم يبين أنه يجب عليه أن يعلم زوجته بالإيه؟ بالزواج الثاني. فدي مسألة نسبية بترجع للإنسان نفسه. إذا كان هو شايف أن إعلامه لزوجته بالزواج الثاني هيسبب انفصال وهيسبب أن الأسرة ممكن تنفصل وأن يحصل في الأسرة مشاكل، في الحالة ديت هو بالخيار، إن شاء أخبر وإن شاء لم يخبر. ده رأي الشرع، ولكن إحنا بنقول إيه النصيحة؟ النصيحة اللي احنا بنقول للناس، اذا كنت انت مقدم على زواج باخرى فلا بد ان تؤسس البيت على نور. بمعنى ايه؟ النهارده البيت الثاني، البيت الثاني والاولاني. ليه؟ لان النهارده اخفاء الزواج الثاني عن الزوجه الاولى هيؤدي الى المشاكل، ما فيش حاجه بتفضل على حالها ولا مفيش حاجه بتفضل مستخبيه، وهنفترض جدلا ان فضل مخبي عليها العمر كله، تمام؟ هتعرف، لان الزواج الثاني محتمل كبير جدا يكون فيه اولاد واسره، تمام؟ هو بعد كده هيفاجئ ان هو اخطا خطا كبير جدا وعظيم جدا، ان هو ما خلاش اولاده يعرف بعضهم البعض. واحنا لو بصينا للصحابه الكرام وسلفنا الصالح والرجال من الرجال، كل واحد كان بيخدم على الزواج الثاني كان بيبقى بعلم مين؟ الزوجه. سيد الخلق وحي الحق صلى الله عليه وسلم لما تزوج لم يخفي الزواج. كيف اخفي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى؟ الزواج هذا ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ومن ايتين خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، لا عيب ولا حرام ولا بعمل هو بيخاف برضو على مشاعرها، لا تزعل. نعم. او يحصل مشاكل وتقول مثلا يا انا يا هي، اكيد، او مثلا تقول لو اتجوزتها طلق لنا، تمام. ولكن احنا بنبص للايه؟ للنقطة البسيطة دي. ولكن النقطة البسيطة دي وان كانت معتبرة شرعا، ولكن احنا لو بصينا للمشاكل اللي هتنجم وتنتج عن هذا الاخفاء اكبر بكتير جدا منين؟ من ان انا اخفي عنها. بمعنى ايه؟ على الاقل خالص هتيجي تقول لي طب كنت عرفتي، صح كده؟ تمام؟ على الاقل خالص هتيجي يوم ما تعرف هتطلب الطلاق مباشرة. ليه؟ لان تقول لك انت بقالك سنين عايش معايا على غش، هتسميه غش، صح ولا لا؟ فاحنا نقول للناس احنا طالما هنقدم على زواج تاني يبقى في الحاله ديت طالما ان عندي مبررات للزواج التاني، والمبررات مش معناها ان الزوجه معيوبه يا جماعه. لا، انا مش بتزوج عشان زوجتي فيها عيب، قد تكون زوجتي دي اعظم الناس واحسن الناس. وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما تزوج على السيده عائشه حفصه، هل كان عيب في عائشه؟ عائشه سيده النساء، تمام؟ واحب النساء الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله. ولكن في اعتبارات شرعيه في الزواج التاني، تمام؟ هذه الاعتبارات اما تكون في الزوجه وإما تكون لمين؟ متطلبات الزوج. هنفترض أن الزوجة فيها كل شيء كويس، ولكن الزوج عنده القدرة أنه يتزوج تاني وعنده القدرة أنه يعمل هذا الأمر وبيعمله لحاجاته إليه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس قدرات. النهاردة أنا عندي أولادي 2 و3 و4 و5 وحضرتك والمستمع أو المشاهد، النهاردة هل أولادي دول في الطعام بتاعهم بياكلوا نفس المقدار؟ لا طبعا، هي قدرات خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا لو بصينا الحكمه، الناس تقول لك طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الزواج 4، تمام، وده حده للرجال، عمل للنبي
مفتوح، اتجوز 9 و11 صلى الله عليه وسلم. يا جماعه هي قدرات، هي ايه قدرات. والنبي كان اكمل الناس واعظم الناس صلى الله عليه وسلم عقلا وجسما صلوات الله عليه. فاحنا بنقول اذا كان النهارده انا الزواج الثاني مقدم ومقبل عليه لحاجه او اعتبار او مسوغ شرعي، سواء كان هذا الامر حاجتي اليه او سواء كان انا حبيت انسانه ثانيه ومش قادر ان انا النهارده اعصي ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي هعمل ايه؟ اقبل على الزواج. في الحاله دي او في حاله ان الزوجه عندها اي الاعذار الشرعيه او اي الامراض او الزوجه مش بطاعه زوجها، انا كده كده مقدم على امر يحبه الله سبحانه وتعالى وشرعه الله، لماذا اخفيه؟ انا لو بصيت يعني الزواج سر حرام؟ سر. هناك فرق بين الزواج السر والزواج العرفي، لان الناس النهارده بتخلط. السر يعني احنا ما بنقولش غير لمجموعه معينه، تمام، مش العرفي اللي هو الزواج طالما انه استكمل شروطه الشرعيه من الولي اذا كانت المراه قاصر، او اذا كانت المراه مطلقه او ارمله يجوز ان تزوج نفسها عند الساده الاحناف، تمام كده، وفيه الشهود وفيه المهر وفيه الاشهار، في الحاله دي زواج شرعي قائم على كتاب الله وسنة الرسول. ماشي، اشهار عدد معين، مش اشهار. مش مشكلة، اهم حاجة ان المنطقة اللي انا هقعد فيها بالزوجة التانية ديت يكون على الاقل خالص جيراني في العمارة عارفين ان دي مين، تمام، حتى امفي عنها وعني الظن السيء. ايوه بالظبط كده. انا بقى سواء بقى زوجتي او اهلي او عرفوا ما عرفوش، مش دي الايه القضية، هذا زواج مستكمل لايه؟ للشروط الشرعية. هذا الزواج بقى احنا بنسميه في السر، لان كلمة السر هو ما اسره الانسان بينه وبين مين؟ نفسه، تمام. فهو زواج ايه؟ معلن ولكن في مكان اخر الزوجة لا تعلم به. زواج شرعي ما فيهوش اي مشكله شرعيه، ولكن القضيه بتقول احنا دلوقتي ان الزوجه من حقها، واحنا بنقول مش من حقها بقى الشرعي ان شرط، لا، هو شرط امتى؟ شرط لو كان شرط، وهنبينه ان شاء الله، تمام. ولكن الزوجه كناحيه انسانيه، ودي ليست فتوى يعني، والفتوى تستند على راي الشرع، انما هذا راي انا بقول، راي ونصيحه. انت يلي جاي ومقدم على زواج تاني، ابن حياتك من الاول على ايه؟ نور وعلى بيان، علشان خاطر الانسان ديت ما ينفعش ان انا النهارده اخفي عنها، وبمعنى اصح اخليها عايشه في غفله لحد ما تفاجئ وتصدم بالواقع ان انا متجوز بقالي 5 6 7 سنين، لا، انا اعلمها من الاول واتحمل تبعات الايه؟ هذا الاعلام. طيب لو الزوجه جت قاعده كده في امان الله، جوزها دخل عليها قال لها انا هتجوز عليك، تتصرف ازاي؟ ما هو ده بقى حسب، احنا قلنا الحلقة الماضية وكانت طبعا يعني موفقة، احنا بنقول يا جماعة هذا الامر لابد ان نحكم فيه الشرع. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان من صفات المنافقين انهم يحكمون الشرع اذا كان الشرع ده فين؟ جاي في مصلحته، وإياكم لهم الحق يأتوا اليه مذعنين، تمام. ولكن لو مش في صالحهم ما يحكموش الشرع. احنا بنقول لكل امرأة زوجها يعني دخل وقال لها انا هعمل كذا وكذا، لازم تقبل هذا الامر بايه؟ اول حاجه، طب ايه اللي انا مقصره فيه؟ تمام كده؟ ايه اللي ما هو برضه مش بيشترط ان هي تكون مقصره في اي شيء؟ نعم، ما انا بقول ايه، تتناقش لعلها مقصره، يمكن طالما يبقى في حوار بينه وبين زوجته، وده حوار يبقى في تحضر وفي يعني او هي مثلا البينة بالبينة، او مثلا هو في عنده متطلبات مش عارف يتكلم فيها، لا. او مثلا يخجل منها، لا مفيش. او مثلا هو عنده حاجه عايز يقولها بس مش قادر يقولها، هو النقاش احيانا بيوصل لجزئيه معلش انا خلاص خدت القرار وهتجوز، ان ما كانش راح قال لها انا اتجوزت، نعم تمام. ف يعني هي هتستقبل ازاي ان جوزها هيتجوز عليها وفي واحده تانية هتيجي تاخد 3 ايام او 4 ايام من الاسبوع، واغلبيه الوقت هيبقى برضو معاها، فده صعب جدا يا شيخ ابراهيم، يعني صعب. تستقبله ازاي؟ ولكن ليس مستحيل، صعب ولكن اي انسان فينا برضه يا استاذه هيتحط في هذا الموقف لازم هيزعل ولازم هيغضب ولازم، ولكن احنا بنقول اذا كان ده بقى اصبح امر واقع، خلاص هو تزوج قال لها يا فلانه انا اتجوزت، خلاص بقى امر واقع، تمام. في الحاله ديت انا بقول لها ما تخربيش بيت نفسك، تمام، ما تبقيش انانيه زي ما هو كان اناني، بمعنى انا النهارده لما جيت اقدم على هذا الامر كان كرجل لازم افكر اول حاجه في الاسره الاولى، تمام. انا النهارده عندي اولاد وعندي اسره، طب انا زوجتي مقصره في امر ما، ما هي برضو هتبقى خايفه على اولادها، برضو هتبقى خايفه ان عيالها تتظلم، ان المصاريف البيت تقل، ان الايام معاها هتقل، فهو مش هيبقى متواجد طول الوقت، لو احتاجت حاجه هو مش هيكون موجود. ليس هناك ظلم اعظم من ظلم الاولاد حين الانفصال. احنا عارفين كلنا نفسيا وعلميا الانفصال ده شيء بيبقى الاطفال نفسهم بيطلعوا غير اسوياء، صحيح، مهما الام عملت ما يقدرش تدي ما يعطيه مين؟ الاب، والعكس بالعكس. واذا كان لو عايز اكمل الكلام انا بقول بلاش
النظرة الأنانية في هذا الأمر. أولا الرجل لما تيجي تقدم على الزواج فكر أول حاجة في ابنك وبنتك. اوعى تفكر إن ابنك الصغير ده اللي عنده 5 سنين مش هتأثر نفسيا، لا ده بيحس ومشاعره وإحساسه بيك أعلى من أي حد تاني. تمام؟ اوعى تفكري إن أو تفكر إن بنتك مش هتحس بيك، لا، أول حاجة نفسية الأولاد رقم 1 و2 و3. أنا النهاردة يا أستاذة لو زوجتي مقصرة في أمر ما، معلش أنا ممكن أجي على نفسي شوية لو هو ده السبب إن أنا هتجوز تاني، تمام؟ عشان خاطر مين؟ أولادي، صح ولا لا؟ ما بقاش أناني. طب حصلوا بقى أمر واقع، بقول للمرأة ما تبقيش برضه أنانية، زي ما وجهت للرجل بوجه للمرأة، خلاص هو عمل شيء حرام ولا حلال؟ وعمل شيء حلال، تمام كده؟ أنت بقى دوري بدل ما تخسري كل شيء، لا خلاص انت خسرت جوله حاولي تكسبي في القادم، اللي هو ايه بقى؟ تحسني التباعد للزوج، تحسني الرضا بامر الله سبحانه وتعالى، ارمي حمولك على الله، ارضي باللي ربنا قسمهولك، ولعل ربنا الايام تدور ويرجع لك احسن منين؟ من الاول. لعل ربنا بيعمل كده عشان يعززك ويكرمك ويعرف مكانتك انت، وده بيحصل في دنيا الناس كتير جدا وكلنا نعرف بيتجوز جوازه ثانيه وينبهر بيها في اول سنه ولا اول 6 شهور وبعد كده بيندم اشد الندم، صح؟ ساعتها بيرجع راكع. ما عشان كده بقى الناس بتقول ايه؟ لا نتجوز في السر. لو ان شاء الله ربنا كرم نعلن قدام، تمام، ما في اختلفنا وما مش هينفع لا نأذي يعني عيالك او عيالي او نأذي اللي حوالينا، من سواء بقى من اسر، حضرتك عارف اي حد او اي بنت ليها اسره فبيتأثروا من اي مشاكل بتحصل معايا، اكيد. فده برضو في مصلحتها. وبعدين برضو بيقولوا، معلش يا فضيلة الشيخ، ده موجود عندنا في المجتمع، ان الزوجه بتقول لا انا يخبى عليا، في في زوجات بيقولوا كده، انا يخبى عليا احسن علشان في الاخر يرجع لي واخد الاسبوع كله، تمام، هو بيخبي عليا كده، انا مبسوطه، هو في الاخر هيرجع بيته، تمام، يتغدى فيه او يتعشى فيه ويرجع يبات، تمام، لو كلمته عايزاه في اي حاجه انا ليا الاولويه. فراي حضرتك ايه؟ والله انا قلت في الاول ده نصيحه وليست ايه فتوى. احنا الزواج كما قلنا لو استكمل شروطه الشرعيه خلاص هو زواج شرعي، سواء بقى اعلنوا ام لم يعلنوا، ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ان من البدايه الامور تبقى على نور عشان ما نجيش بعد كده فيما بعد نقول لا ده احنا كنا لو كان عرف او كذا. زائد ايه؟ ان الزواج ده من ايات الله سبحانه وتعالى. انتشار الزواج السري في المجتمع ده مش كويس، صح ولا غلط؟ بيضيع حقوق التانيه، بيضيع كل الحقوق، تمام. اولا هي التانيه بعد ما بتخش وبتبقى قبل الزواج ممكن، بعد الزواج بتبقى خلاص اصبحت زوجه، صح؟ لازم بتحس ان عايزه كل حقوق الايه؟ الزوجيه. انا اسف في التعبير، يا الزوجه الثانيه ديت لما بيبقى الزوج في السجن يستطيع الزوج انه يخرج معاها في اي مكان؟ لا مش دايما، صح ولا لا؟ ولما بيخرجوا هو دايما متوتر، صح؟ صح. لو التليفون بتاع زوجته الاولاني رن ايه اللي بيحصل؟ بيفتكر ان هي شافته مثلا. ايوه انا زي ما قلت الاسبوع اللي فات حضرتك، النهارده النساء بتفضل ان الراجل والعياذ بالله يمشي في الحرام بس ما يتجوزش عليها تاني. صحيح. فقلت انا كرجل مسلم ما ينفعش اعصي ربنا في اي حد حتى لو كانت زوجتي اغلى الناس عندي. تمام؟ دي ايه. نفس القصه بالظبط، انا كرجلتي تقبل ان انا النهارده ابقى قدام زوجتي التانية، انا اسف التعبير، ايدي مرتعش وانا برد. أيوة. طب وليه؟ ما احنا بالبدايه كده هقعد انا لو اصلا مقتنع داخليا ان الزواج التاني بالنسبه لي انا هو حق شرعي، ولكن هذا الحق انا يجوز ان استعمله ولي كل المبررات ان انا اعمله، انا هقدر اقنع زوجتي الاولى ان انا هتجوز تاني، صح؟ سواء كان العيب او عن في مشكله. طب يقنعها ازاي بقى؟ تمام، يقنع الزوج زوجته الاولى، تمام، ان هو هيجوز تانيه ومش هياثر في بيته ازاي؟ اول حاجه زي ما قلت لحضرتك لازم يكون هو نفسه مقتنع. لازم يكون هو نفسه. هتقولي ازاي هو يتجوز مش مقتنع؟ في ناس بتيجي ورا الزوجه الثانيه عشان انا يعني عشان شهوه، تمام؟ واحد بيجي ورا الزوجه الثانيه عشان خاطر مثلا عجبته، تمام؟ انما انت لو بصيت في الامر انت مقبل على الزواج الثاني حبا، زي ما قلنا الحلقه الماضيه، انا فعلا خلاص حصل بيني وبين حد حب، والحب زي ما النبي قال اللهم ان هذا قسمي فيما املك فاغفر لي ما لا ايه تملك ولا املك. المحبه بايد ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ده حصل واصبح واقع وانا مش قادر النهارده، هيحصل ان انا هعصي ربنا فخلاص انا كده عندي المبرر بتاعي. فلازم يكون في قناعه للانسان نفسه المقبل على الزواج الثاني ان هو يعمل كده بمسوغ شرعي، بمسوغ ايه؟ شرعي. اما اللي بيتلاعب، ودي للاسف الشديد احنا عندنا مشكله في المجتمع، بنعمم. يعني ايه نعمم؟ يعني النهارده بنبص لزيجات كتيره قوي ثانيه وثالثه فاشله، الواحد اقدم فيها ان يجري ورا واحده او حد كده، لا احنا عايزين نقول ان الزوجه الثانيه كما قلنا لها شروط. الشروط ديت
احنا هنتكلم عنها. اولها ان يكون الانسان نفسه يعلم علم اليقين انه بالاقبال على الزوجة التانية ما ظلمش الزوجة الاولى فين في شيء، انه هو قادر شرعا ان يدي كل حد حقوقه. تمام. والحقوق دي يا جماعة مش طب مال بس. في برضو ازواج بيروحوا يتجوزوا زوجة تانية وهم يعني بيتهم ماشي بالعافية. اكيد طبعا. فده ما هي طبعا طبيعي جدا ان الزوجة الاولى تقول لا انا ما ينفعش، انت اصلا مش مكفي بيتك الاولاني. نعم. هتقسم اللي انت بتجيبه على اتنين. اكيد. فهي برضو من حقها بقى وقتها تعترض. الـ 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 القدرة. ولا غلط ان هي تعترض. لا لا، القدرة المالية من اهم شروط او اباحة الزواج الاول مش التاني. حتى قال الفقهاء انه الذي ليس عنده عمل يستطيع ان ينفق منه على زوجته لا يحق له الزواج الا اذا ايه، النهارده حد عارف ظروفي وعارف وانا واضح معاه كل وضوح وعارف ان انا بوفر يا دوب الاساسيات. تمام. ساعتها اقدم على الزواج. طب انا اصلا لما اوفر الاساسيات لبيت الاولاني بالعافيه زي ما بقوله يبقى ما اقدمش على الزواج الثاني ابدا. الناس بتقول ان الصحابه كانوا بيكثروا من التعدد طلبا للارزاق، شيء جميل جدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثلاث حق على الله برزقها. ان يعينهم منهم الناكح ويد العفاف. ده عقيده ما عندناش مشكله، ولكن احنا بنقول ايه النهارده؟ بنقول ان عصر الصحابه والسلف كان غير عصرنا النهارده. المتطلبات كانت بسيطة جدا. تمام كده؟ يعني مفهوم اللي أنا قلته دلوقتي. نعم. إن الزوجة بتيجي برزقها ده غلط؟ لا، هو مش كل شيء بيجي برزقه. ولكن احنا بنقول إيه؟ لابد أن احنا نحط، لازم يكون عندنا المساوغات الشرعية. الكفاءة في النكاح مطلوبة. القدرة المالية في النكاح مطلوبة. ولذلك ده ما كانش قال من استطاع منكم الباءة فل يتزوج. طب ومن لم يستطع؟ ده في الأولى كمان. فعليه بالصوم. مش قادر تصرف يبقى لازم أن هتجيب الناس تضيعها. صح. فأنا النهاردة لو مش قادر أقيم بيتي، أنا آسف في التاريخ، احنا بنشوف الناس النهاردة زوجته أصلا بتصرف عليه. صح. يعني بتشتغل وبهدلة وطالع عينيها عشان توفر بعض الاحتياجات وراح يتجوز تاني. لا، ده الزواج في حقه حرام. ليه؟ لأنه أصلا ما قدرش يوفر حياة كريمة لمين؟ للأولى. فكيف يأتي بامرأة سليمة؟ فعشان كده بنقول يا جماعة اللي ممشي بيته بالعافية لا، أنت ما تقدمش على الزواج التاني أصلا. لأنك في الحالة ديت يعني بعض التفسيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال الإمام الشافعي ألا تكسر عيالكم. تمام. بمعنى إيه؟ يعني النهاردة حتى لو أنا مش قادر أصرف ما ينفعش أكتر منين؟ من العيال. فكيف بقى بالأزواج؟ فإحنا بنقول لكل واحد مقبل على الزواج التاني اعرف الشروط الشرعية الأول علشان ما تروحش تورط نفسك وتدخل في غضب ربنا بسبب هذا الأمر. لأن موضوع إن الشيء مباح مش معنى مباح إن أنا أعمله، لا، في مباح ما ينفعش يتعمل لي أنا. تمام؟ تمام. طيب لو الزوجة اشترطت يانا يا هي، هل تؤثم؟ لا، هو مش من حق الزوجة تقول كده. تمام؟ الزوجة لو كان الشرط موضوع في عقد النكاح قبل الزواج كتابة أو قولا، بمعنى أنا النهاردة جيت هتزوج إنسان فقالت لي بس في وثيقة الجواز بتكتب من الشروط أن مشكلة. أنا يعني يتم علمي لو لا مش علمي كمان ولا لا أقبل، لا أنت اشترط عليه ما تجوزش عليا في التاني. ده حق شرعي، لأن النبي قال في الحديث إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما في النكاح. تمام. يعني أعظم شرط أنا وفيه شرط اللي بيني وبين مين؟ زوجتي. فقال اهل العلم اذا اشترطت عليه او اشترط وليها الاب او الاخ وقال له واخد بالك ان انت النهارده ما ينفعش، او واخد بالك من شروط النكاح عشان نقبلك كزوج انك ما تتجوزش ايه؟ عليه ابدا. هو ده شرط معتبر شرعا، والمؤمن عنده شروطين كما قال رسول الله. السيدات والبنات كلهم هيعملوا الشرط ده؟ والله ده حاجه معتبره. لا، الشروط النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم. تمام. الا شرطا احل حراما او حرم حلال. انا النهارده لما انا قبلت من الاول ان اقبل هذا الشرط من زوجتي عليا ما فيش قد مشكله، ده حق معتبر شرعا. طب النهارده احنا كتبنا كده او اشترطنا كده واشهدنا بالكلام وجيت انا بقى رحت هتجوز تاني. في الحاله دي بقى يجوز لها ان تفسخ العقد. تقول له لا انا ايه مش هكمل، ولها جميع الحقوق، لها جميع الايه؟ الحقوق من نفقه ومتعه وكل هذه الامور. ولكن بقى لو مش مشترط هذا في عقد الزواج وانا جيت وهتجوز تاني، مش من حقها ان هي تقول لي لا ما تت ايه؟ لان ده شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن من حقها ان تطلب الطلاق او الخلع. طب هو ده ينفع يا شيخ ابراهيم؟ ان هو يروح يتجوز زواج تاني ويخرب البيت الاولاني؟ لا طبعا ما ينفعش. ما احنا قلنا في بدايه الحديث ايه؟ انا بقول ان من الاول يعلم وتعلم الزوجة بهذا الأمر عشان نبقى احنا من البداية. انا بقول كده يا أستاذة، مهما حصل من مشاكل في البداية تتحل. صح ولا غلط؟ صح. حتى لو اختلفنا في الاخر خالص الانسان العاقل، الانسان اللي عنده عقل هيبص للايه؟ المصلحة الشرعية. ايه المصلحة الشرعية؟ درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ المصلحة. انا النهارده عندي بيت قائم وعندي اولاد وعندي اسرة وعندي طب الزواج التاني ده يكون سبب فين؟
في تفكك الاسره وان هتطلب الطلاق، لا. في امراه زي ما حضرتك قلت في البدايه هتتزاكى وهتستمر لحد ما ايه، في ناس كده بتعمل كده وبنشوفها في دنيا الناس والواقع. واحده تانية مش هتستحمل، عصبيه وهتعمل مشاكل ومش بالزبط. هتقبل. في الحاله دي احنا بنقول ايه؟ انا النهارده كرجل شرعا وعقلا وعرفا لو البيت الثاني الاولاني هيهدم بسبب الزيجه الثانيه دي، لا انا ما بقبلش منه. ليه؟ طب الزوجات يتعاملوا ازاي مع بعض؟ نعم، يعني دي ضرتها؟ لا، كلمه ضره ديت كلمه مصطلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وده بنقول يا جماعه صلحوا المصطلحات، صححوا المفاهيم، عشان هو ده اللي خلى الناس تشط ماشي عن الحلال وتروح للحرام. وعلى فكره في يعني زوجات متقبلين بعض جدا وصحاب جدا، بس بحس ان من مصلحه الزوج ان هو دايما ما يوفقش ما بينهم عشان ما يتفقوش عليه. والله اقول لحضرتك الحاجه دي بقى ترجع لايه؟ لذكاء الانسان نفسه. ولكن أنا بقول الحته المهمه، كلمة الضرة ديت ليست هناك، أو ليس هناك حديث سماها ضرة، لأن الضرة جاية منين؟ من الضرر. صح؟ لا، النبي سماها صاحبة، قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل أحدكم طلاق أختها أو صاحبتها، يعني اللي هي إيه؟ زوجة رجل واحد، ما تقولش لجوزها، يعني يروحوا يتعرفوا على بعض؟ لا، أنا بقول لحضرتك أهو، النبي قال لا تسأل أحدكم طلاق أختها، سماها أخت، يعني كده لتستفرغ ما في صفحتها، يعني تقول إيه؟ أصل هي هتيجي تاخد ايه الرزق بتاع ولادي. لا، ما تقولش كده، الارزاق دي بتاعت من قلنا يعني يعملوا ايه بقى بالظبط؟ يعني مثلا تعزمها تقول لها تعالي يعني بقى. ايه بقى اللي كل ما كان الزوج عنده علم بالشرع وعنده علم بالحقوق الشرعيه الازواج واستطاع ان يعدل بينهما والا يعني يحيف بجانب على الجانب الاخر، كل ما كان اقرب إليه لنفسه. هي شايفه ان هو موفق هنا وموفق هنا، تمام. ولذلك دايما وابدا اللي عنده علم بالدين وعنده علم بالحقوق الزوجيه لما بيقدم على موضوع الزواج بيكون يعني حذر كل الحذر ان هو يظلم مين؟ الاولى اكتر من الثانيه. ليه؟ لان بالنسبه له خايف من ربنا سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا كان بيعمل، كان عنده 9 نساء مجتمعات في وقت واحد. النهارده ليله عائشه كان يجمع الثمانيه عند مين؟ عائشه، فيجلسون يقعدوا يتكلموا ويهزروا وياكلوا، وكل واحده تتفرق على مين؟ على غرفتها. هل ما كانش بيحصل بينهم مشاحنات؟ عادي جدا، يعني ده طبيعي وارد. ولكن احنا بنقول ايه؟ ان ما ينفعش حد يحيف على الثاني. ما ينفعش تقول له اخلاق انت تطلقها عشان خاطر كده مثلا، ده ايه؟ ده رزق اولادي. لا، الحته طب هم الاولاد بقى يعني ابناء دي وابناء الاخرى، يتعاملوا ازاي مع بعض؟ في زوجات بيشترطوا انت عيالك التانيين ما لهمش دعوه بعيالي، دول تربيه الست دي ودول تربيتي انا. هم من نفس الاب لكن بنختلف في الثقافه وفي التربيه. فراي حضرتك ايه؟ لا طبعا خطا، كل الخطا. ليه؟ اولا هم اخوه، فاذا كان الزوج التاني ده هينشئ العداوه بين الاخوه يبقى كان بلاش منه احسن. صح ولا خطا؟ النهارده لازم يعني لازم بقى الراجل يراعي كل ده اكيد قبل الجواز. احنا قلنا الزوجه الاولى والثانيه وعيال الاولى وعيال الثانيه لازم ولازم يكون في توفيق بين الاثنين. حتى لو مش هيبقى في تلاقي، حتى لو هيبقى في حتى الحقوق محفوظه، تمام. يعني النهارده الاستاذه رانيا مثلا مش هتقبل ان هي مثلا تبقى علاقتها طيبه مثلا او في مصاحبه بينها وبين مين؟ الزوجه الثانيه في الزوجه، خلاص مش مشكله خالص. ولكن ما تحفش، ما تجيش على حقوق. ايه الحقوق؟ ما تقولش لا اولادي ما يروحوش فين، ولا اولادها ما يروحوش فين. ده الخطا. حتى لو مثلا اولاد الثانيه اخلاقهم مختلفه وهياثروا على ابنائها، والله ده دي اعذار، ديت اعذار. بمعنى احنا النهارده بنقابل في حياتنا مع جيراننا ومع اصحابنا في المدارس كل المستويات الاخلاقيه، من سواء متدنيه او عاليه. احنا اللي بنقدر جميل قوي والله يا شيخ ابراهيم اللي حضرتك بتقوله. احنا اللي بنقدر نعمل ايه؟ نخلي اولادنا يفرضوا اسلوبهم ويفرضوا ادابهم على الناس، او يتاثروا مين؟ باولاد الناس. فده مش عذر، ولكن دي يعني ايه؟ اعذار بيخليها الشيطان على لسان الناس عشان خاطر نحاول نعطل ما احل الله. يعني مدارس والنوادي مليانه جميع الثقافات والتربيه. اكيد احنا اللي بنقدر نخلي اولادنا، تمام. انا مش هقدر احجب ابني عن المجتمع بالظبط، مستحيل، تمام. ولذلك انا مش هقدر احط ولادي ومراتي في برج عاجي، لا، انا هنزل اختلط بالناس، هاخد من محسنهم، تمام كده، وهبعد عن مسيئهم. عشان كده عشان اعرف اكون انسان مؤثر في المجتمع. انما حته النهارده ان انا هفضل قافل على اولادي بسبب حاجه زي كده، لا، انا هضيع اولادي واعمل لهم يعني حاجه في حياتهم بعد كده، هم نفسهم هيبقوا ندمانين على كده. ما سبناش نختلط، ما سبناش نعرف نتعرف على الناس. والله شيخ ابراهيم يوسف، عالم من علماء الازهر الشريف، انا بشكر حضرتك النهارده، نورتني، الف شكر ليك. انت كراجل اعمل اللي انت عايزه، بس طول الوقت خليك حنون على اهل بيتك واستوصى بيهم خيرا، عوضهم عن أي تقصير من ناحيتك، ودايما استحملهم وراضيهم
واكبر بخاطرهم، وخليك السند في كل الأحوال، ومهما حصل كن أمين على الأمانة اللي ارتضت بحضنك الأمان، ويمين شمال أحلها بأي شكل من الأشكال، المهم ما تخزلهاش. مشاهدينا هنطلع فاصل وألقاكم على خير.